مرحبا بكم في هذا الشرح الجديد. سنتكلم في هذا الشرح عن المتحكم SP32. فهذا المتحكم يمكن ربطه مع الانترنت باستخدام الواي فاي، ويمكننا من ارسال واستقبال اشارات للدوائر الالكترونية، وفي نفس الوقت يمكن ربطه مع الانترنت باستخدام الواي فاي، مما يمكننا من القيام بتطبيقات الاي او تي والدوماتيك، مثلا التحكم في الابواب عن بعد، التحكم مثلا في مضخات الماء، قراءة اشارات كهربائية من دوائر الكترونية مثلا مجسات او غيرها. فهو يرتبط مع العتاد باستخدام البين، ويربط ايضا مع الانترنت باستخدام الواي فاي، مما يمكننا من القيام بتطبيقات جد مثيرة. فهذا المتحكم يتم برمجته عن طريق الSDK المسمى بESPIDF. فهذا هو الSDK الرسمي الخاص بهذا المتحكم، فهو مكتوب بلغة سي. وهناك ايضا العديد من البوردات، من اشكال البوردات التي تستخدم متحكم الESP32. فهذه البوردة فهي تسمى بالبورد جينيريك، وهنا على الاي دي اي الخاص بالاردوينو كما ستلاحظون، هناك العديد من ابتداء من هذا السطر هناك العديد من البوردات مختلفة، فهي كلها تستخدم معالج الESP32. مثلا نبحث في جوجل عن هذا المتحكم المسمى بتايني بيكو، نبحث هنا عن تايني بيكو، فتايني بيكو نضع SP32. فمثلا هذه البوردة فهي أصغر بوردة خاصة بمتحكم الESP32. فتحت هذه الصفيحة هناك نفس المعالج، فالبوردات قد تختلف من حيث الشكل، إلا أنها فهي نفس المعالج مع اختلاف فقط في النسخة وسرعة المعالج. مثلا SP روفر، فروفر هي النسخة الجديدة بتردد 240 هرتز. فالنسخة الجديدة من SP هو الروفر، وهو عموما فهو كبير نسبيا مقارنة مع SP النسخة الأولى. فهذه هي النسخة الثانية من هذا المعالج. هذا أحد أمثلة البوردات الESP32 النسخة الجديدة بتردد 240 ميجا هرتز. فالثمن فهي في حدود 10 دولارات أو 100 درهم مغربية، سواء النسخة الحديثة أو حتى القديمة، فبهذا الثمن تستطيعون أخذ 2 أو 3 نسخ SP32 النسخة الأولى. فهي في حدود ما بين 3 و 4 دولارات بالنسبة للنسخة الأولى. وفي حدود 10 دولارات بالنسبة للنسخة الثانية، كما قلت لكم فهي في حدود 40 درهم مغربية أو 4 دولارات. وأنا شخصيا أتوفر على العديد من بوردات الESP32 فقط النسخة الثانية، وأحببت أن أتشارك معكم في هذا الفيديو بعض المعلومات
وطريقة سهلة للبرمجة فيما يخص بوردة الـ ESP32. كما قلت لكم فهناك العديد من بوردات الـ ESP32، مثلا نانو 32. نبحث فقط عن نانو 32 ESP. نبحث عن نسخة أخرى. مثلا لول إن دي 32. لول إن. فهذه هي بوردات لول إن دي 32. كما تلاحظون في البوردة فهي مختلفة، إلا أن المعالج فهو نفسه. كما قلت لكم فالبرمجة تتم بالعديد من الطرق، وسأتطرق لبعض منها في هذا الدرس. فالطريقة الأولى وهي الصعبة فهي باستخدام الـ ESP8D-F. فالـ ESP8D-F هو الـ SDK ستاندر الخاص بهذا المتحكم، فله API مكتوبة بلغة سي، أي أن كل قسم من هذا المتحكم له API خاص به. ويشتغل ب فري إرتوس كنظام اشتغال. فهذه الطريقة فهي صعبة نسبيا كما تلاحظون، فهذا هو الـ API ستاندر خاص بالواي فاي. لذا قام مطورو الاردوينو بتغليف الاي بي اي الخاص بالاو اس بي اي تي اف بي اي بي اي لكي يشبه اردوينو من حيث الاي بي اي الخاص به، مثلا ديجيتال ورايت. فالاو اس بي لا يعرف ما هي ديجيتال ورايت، فهذه هي مجرد دالة تقوم بتغليف الدالة الحقيقية الموجودة على الاس دي كا الرسمي. بهذه الطريقة فالاردوينو فالابي الخاص بالاردوينو بي اي دي اي الاردوينو هو سهل مقارنة مع الـ ESP8D-F. وهنا تستطيعون التعرف على تصفح الامثلة الخاصة بالـ ESP32، مثلا تايمر، سيمبل تايمر مؤقت كما تلاحظون، فهو عبارة عن لوب والسيت اب. فالـ ESP لا يعرف شيء اسمه اللوب والسيتاب، فهذا فقط API يغلف التاسك الخاص بالفري إرتوس لكي تسهل برمجة الـ ESP32. يعني عندما تروا مثل هذا الكود فهذا لا يعني أن الـ ESP يبرمج بهذه الطريقة، فهذا الكود هو عبارة فقط عن غلاف سطحي للـ API الرسمي. وبالرغم من ذلك فهذا الكود فهو ليس بتلك السهولة، من حيث أن أولا لغة السيفة هي صعبة نسبيا، لهذا قررت القيام بهذا الفيديو حول مشروع المسمى بلوا إغطوس. فلوا إغطوس هو مشروع يستخدم لغة لوا السهلة جدا في برمجة هذا المتحكم. يعني أن المبرمجون قاموا بأخذ لغة لوا ونظام فري إغطوس ودمجهم معا، يعني أن لغة لوا و يعني أن النظام الاشتغال فهو فري إغطوس، ولوا هي لغة سكريبت للتعامل مع الهاردوير ونظام الفري إرتوس. بهذه الطريقة نكون تفادينا مشاكل لغة سي وتعقيد الـ SDK
الدائب. في هذا المثال وجب عليكم فقط تتبع المراحل. فالمرحلة الأولى فهي استخدام pre-compiled firmware، يعني تقومون بتحميل الفايرموير الخاص باللواء وحرقه إلى المتحكم. والمرحلة الثانية فهي البيلد باستخدام السورس كود. كما قلت لكم فهذا المشروع فهو مبني على الاسدكا الرسمي، يعني وجب اولا التوفر على الاو اس بي اي دي اف والقيام ببول وسوب موديل تتبع هذه المراحل، ومن ثم كلون للو ارتوس داخل مجلد اخر كما ساريكم. فهنا الاو اس بي اي دي اف ولو فري ارتوس. ندخل على هذا المجلد، تقومون فقط بتغيير هذا الملف وإضافة اي دي اف بات. لكي يتم الأمر بنجاح وجب التوفر على جي سي سي والاس دي كي الخاص بالاو اس بي. استنزا اس بي جي سي سي، فهذا هو الكومبايلر الخاص ب بهذا المتحكم، وقمت شخصيا بوضعه في هذا الرابط. تقومون بإضافة البات الخاص بالبين يوتيلز على البات الخاص بالباش ار سي، ومن ثم تقومون بشيء، تقومون بميك وعند الانتهاء سيكون الفاير موير موجود على المجلد بيلد. فالمجلد بيلد يحتوي على لوا ارتوس بوان بين، فلوا ارتوس بوان بين هو الفاير موير الخاص بهذا المشروع، ومن ثم نقوم بحرقه الى المتحكم باستخدام ميك فلاش، عفوا ميك فلاش بهذه الطريقة. فأنا شخصيا لم أربط المتحكم بعد أني أتوفر على بعض الأشياء ولا أريد حذفها من على المتحكم. ففي حالتكم تقومون بربط المتحكم وسيظهر على سلاش ديف، فهو سيري على اليو اس بي شبيه بمودم 3 جي من حيث الدرايفر، وتقومون بميك فلاش وسينتهي الأمر. تختارون الجينيريك في حالة تختارون البورد جينيريك، أو إذا كانت البورد على اللائحة تختارونها، إذا لم تكن تختارون فقط جينيريك ميك كلين. فالسرعة هي 115200. تستخدمون بيكو كوم بود والآن قمنا بالدخول على المتحكم باستخدام البيكو كوم. سأقوم بإعادة تشغيله عن طريق الضغط على بوتون الريبوت، فهو سريع جدا من حيث الإقلاع كما تلاحظون، فثانية أو أقل كافية لكي يقلع هذا المتحكم ويقوم بتنفيذ الكود الخاص بكم. فهذا المشروع فهو من وايت بورد، فوايت بورد هي ستارت اب التي قامت بحمل لغة اللغة على متحكم لو اس بي 32، وأيضا اسم لبوردة يقومون ببيعها المسمات ب وايت كات 32 ان ان.
لأن هذه البوردة فهي غالية نسبيا مقارنة مع الثمن. مع ثمن البوردة جينيريك فهي في حدود 40 يورو. أما البوردات التي قمت بعرضها لكم فهي أرخص بالنسبة للطلاب، أوكي. الآن نحن على متحكم الـ USB 32 في فضاء اللوا، نكتب تعليمات LS ونلاحظ لائحة المجلدات. يدخلون هنا على لوا إغطوس ويكي. الجميل في هذا الأمر أنكم تستطيعون تجربة العديد من الأشياء على المتحكم من دون إعادة الكومبايل وحرق البرنامج في كل مرة. إنه يكفي فقط حمل لغة معينة على المتحكم والقيام بكل الأشياء على تلك اللغة. يعني إن هذه اللغة فهي تشتغل مباشرة على الهاردوير، تعطينا فضاء برمجي جميل ولا داعي لإعادة كتابة الكود والكومبايل والحرق في كل مرة. فهذه المتحكمات عدد المرات التي يمكن فيها أن يحرق البرنامج إلى المتحكم فهي محدودة، وبعد تجاوز عدد معين من مسح والكتابة إلى الفلاش فإن الفلاش يصبح غير مستقر ويفقد البيانات. بهذه الطريقة فالبرمجة بهذه باللوا أو الميكرو بايثون فهي رائعة. هناك أيضا مشروع يسمى بالميكرو بايثون، وهو لغة بايثون على المعالجات، فنفس مبدأ اللوا باستخدام البايثون. نرجع إلى الويكي الخاصة بهذا المشروع ستارت اب سكريبت واللوا برومبت والإديتور. فالإديتور يمكننا من كتابة كود معين فالإديتور تكتبون OS Edit File، ندخل إلى Bench Code هو فارغ، نقوم ب OS Edit Hello World و Lua، نكتب Print Hello World Echoes Lua ونضغط على Ctrl و S للحفظ و Ctrl و كيو للخروج. للقيام بالكومبايل نقوم بلوا سي هلو وولد بوان لوا ودو فايل للتنفيذ هلو وولد بوان لوا. كما تلاحظون فالأمر فهو مشتغل. لإعداد الشبكة نبحث هنا عن واي فاي، نقوم بنت WF سكان ونحصل على الاس اس اي دي الخاص بالواي فاي، ومن ثم القيام بالسيت اب. setup فالمود تكتبون STA SSID والباسورد. هنا باستخدام الديناميك اي بي سأدخل على تيست.
فهنا أتوفر على هذا الشيء الخاص بالشبكة، أقوم فقط بدو فايل wifi edit.lua net ping، أقوم بالبينج على جوجل، كما تلاحظون فهو يشتغل بنجاح. لوكاب فالنتورك يشتغل بنجاح على المتحكم. الآن نقوم ببينج من الخارج على المتحكم وأيضا يشتغل بنجاح. أنصحكم بقراءة الويكي كاملة. ندخل مرة أخرى إلى الكود الخاص ب لوا إرتوس على اللابتوب، وندخل إلى نبحث عن الأمثلة. فيس إيماج إكزامبل لوا، هنا بعض الأمثلة على كومبوننت فيس ايماج ديفولت اكزامبل لوا. مثلا بلينك، المثال بلينك، فالمثال بلينك يقوم بتنفيذ تريد، فتريد هو كود مستقل يتم تنفيذه على الميكرو كنترولر. نعرف البين جي بي اي او 26 نو بول، ونقوم بلوب. ففي مرة نقوم بإشعال الجي بي اي او، وفي المرة الأخرى نقوم بإطفائه مع فرق 100 ملي سكوند. فهذا الكود سيقوم بوميض على جي بي يو 26. لكي تفهموا أرقام جي بي يو اذهبوا إلى جوجل واكتبوا USB 32 بين اوت، وحسب البوردة التي تتوفرون عليها ستجدون مخطط خاص بتلك البوردة. فهنا جي بي يو 26، اين هو جي بي يو 26؟ 27. ليست هذه هي البوردة التي أتوفر عليها. أوكي، هذا هو جي بي يو 26. فأرقام هذه الجي بي أيو تختلف من بوردة لأخرى، وذلك حسب ربط المتحكم بالبي سي بي. يعني عند ربط ليد بهذا الجي بي أيو مع الجراوند مع الجي ان دي وتنفيذ هذا الكود، سنرى أن الليد يومض في مجال 100 ملي سكوند. شيء آخر، مثلا الواي فاي، فهذا المثال يقوم بالارتباط بهذا الـ SSID، ومن ثم تشغيل خادم SMTP والقيام بلوكاب، ومن ثم بينج. هنا مثال آخر، نبدأ دائما بتشغيل الانترنت، تشغيل الواي فاي على المتحكم، ومن ثم الكلاينت كونكت مع هذا الخادم وإرسال كلمة هولا على الشانيل 100. فلقد قمت بدروس سابقة حول MQTT وهذا البروتوكول بالتفصيل. مثلا I2S هي قراءة معلومات من بيس باستخدام I2S بتعريف العنوان.
هو شبيه بالأردوينو، فالأردوينو تقومون بلوب، فاللوب هنا هي الوايل، وايل نوت دان. هنا الكتابة والقراءة على بيس الاي تو اس. هنا بوكل من 0 إلى 100 نكتب هذه القيم، وبوكل أخرى تقوم بقراءة الجواب الذي سيجيب الذي ستجيبك الدارة الإلكترونية باستخدام الاي تو اس. هنا لورا، إذا كنتم تتوفرون على لورا سأقوم بدروس في المستقبل حول بروتوكول لورا، فهو خاص بالآي أو تي وجمع المعلومات من المجسات. يمكن استخدامه مثلا في الحقول وعلى مسافات كبيرة جدا، مقارنة مع الواي فاي، وليستهلك الكثير من الطاقة. هنا مثال حول لورا، هنا السند، نعرف الأب لأن لورا لا تحتوي على أي ميكانيزم من السيكوريتي، فوجب القيام بهذا الشيء في الابليكيشن ليفل. باستخدام هذه الأشياء فالجيت واي يتعرف على من أرسل المعلومات، وهل هو مرخص لإرسال المعلومات للجيت واي الذي يقوم بدوره بإعادة إرسال تلك المعلومات إلى الخادم أم لا. فهذه الأشياء تمكننا من إضافة سيكوريتي للورا. فهذه هي الباند المعرفة في بلدنا المغرب، يعني أن كل بلد يحتوي على باند خاصة ببروتوكول لورا. مثال آخر، مثلا بلوتوث سكان، نفس الشيء أتاش ومن ثم سكان، والفانكشن يحتوي على كلوجير خاصة بالداتا. هنا فقط تيست حول نوع الداتا المرسلة، يجب أن تكون من هذا النوع، فهي يوزر اي جي. ومن ثم نطبع معلومات حول تلك الداتا. فلا أتوفر على أي جهاز بلوتوث يشتغل حاليا لكي أريكم هذا المثال، فعند تنفيذه سترون لائحة أجهزة البلوتوث المشتغلة، وأترك لكم فرصة تصفح هذه الأمثلة. كما تلاحظون فهذه الأمثلة تحتوي على سطور أقل من لغة سي، مثلا بلينك، فبلينك يحتوي على 20 سطر، 20 سطر. إذا قمنا بحذف الكوماند فهو يحتوي على كم من سطر؟ 10 أسطر. أما في لغة سي فهناك أسطر أكثر، إلا أن هذا المثال فالأسطر فهي تقريبا هي نفسها، نظرا لأن هذا المثال فهو ليس صعب. فعموما فكود اللي هو على هذا المتحكم سيكون أقل تعقيدا من كود مكتوب بلغة سي، وأنصحكم بتجربة هذا المشروع الخاص بتنفيذ لغة لوا على متحكم الـ ESP32. وشكرا، وإلى اللقاء في شرح آخر. سيف.